عم نشوف على الساحة الفنية بلبنان في عدد كتير كبير من الخلافات يلي عم بتصير، هل جانية جربت تتوسط مع طرف معين من هالفنانين بلبنان؟ ما انه انت حضرتك عندك علاقات ودايما في كتير منهم تتواصلي معهم على وسائل التواصل الاجتماعي. هلا اكيد انا بتمنى يكون محضر خير، بس يعني للاسف يعني الخلافات اللي صارت مؤخرا يعني كلهم زملائي منهم اصدقائي او مثلا في علاقه تليفونات واتصالات بيناتنا، بس انا بتمنى يعني انه وجه رساله لكل الفنانين انه نحن خلافاتنا خليها ببيتنا، يعني نحن بشكل عام وسط الفني هو بيت كبير، اكيد بتصير في خلافات يعني هذا بتصير باي مكان، يعني ما في شيء ما في بيت ما بيكون في خلافات، بس يعني يستحسن انه نحن خلافاتنا ما نطلع على الناس، دائما نخلي نظرة الناس للفنان للمطرب ولا للممثل ولا للاعلامي تكون نظرة حلوة، نظرة قدوة، يعني نكون قدوة للناس اكثر ما انه نحن نفرجي مشاكلنا لالهم. كرمال هيك اوقات وبعض الاحيان بتكوني بشي ايفنت بتكون على خلاف او سوء تفاهم مع شي ممثلة او فنانة، بتجربي ما تظهري للعلن انه في اي خلاف؟ الحمد لله هلا انا فترتي الطويله بالوسط الفني ما عندي خلافات مع الفنانين يعني او مع زملائي مثل ما بيقولوا، واذا صار في خلاف انا شخص مهني يعني ما بفرجي للعالم انه والله يعني اذا انا متضايقه او شخص ما بحبه فلازم انا اعطي مثلا شيء سلبي تجاهه قدام العالم، خلص انه شخص ما كتير في علاقة حلوة بيني وبينه بعد يعني وبس. بتعرفي في أشخاص بحبوا يصطادوا بالمي العكرة وبحبوا يستفزوا الفنان النجم حتى يخرج عن هدوءه، اليوم هل بعدهم بيستفزوك على السوشيال ميديا؟ ليكي هلا من قبل ايه ممكن، بس هلا لا بسلوني صرت بعرف كيف ردوك، بعرف دواهن وبعرف كيف اتعامل معهم، لا يعني انه استفزاز لا ما يعني ما بصرف طاقتي على يعني هذا الموضوع. بدك تقنعينا انه ما عم تعمل بلوك لحدا من ورا؟ لا بعمل بلوك لحدا بس ما بيستفزوني، يعني هلا انا مثلا حدا كتب طريقه مو حلوه اكيد بعمل له بلوك، اكيد ماني مضطره يعني اشوف قله ذوق او شغلات مش منيحه باتجاهي، بس انا ماني مضطره والله يعني كيف بدي اقول لك ماني مضطرة أنا أتضايق من جوا يعني أو انهز كرمال حدا كتب شيء، حتى ممكن رد عليه بس مو معناته أنا مزعوجة يعني، عرفتي؟ شو عم بتحضري لجمهورك شي جديد من بعد بيوت من ورق؟ هلأ بصراحة عندي مجموعة نصوص لسه ما قررت شو بدي أختار، لأنه حقيقة بدي أختار شيء يعمل لي خطوة جديدة، لأنه أنا بحب الشغل كتير فدائما بستعجل بقراراتي وبنقي الشغلات اللي يعني بتجيني أول شيء لأنه أكون مشتاقة أشتغل، فسنة قررت لأنه لازم أنا أتوانى شوي أتروّى شوي أدرس الموضوع الشيء اللي عم يتقدم لي بطريقة صح وحتى العالم تشوف جني بطريقة صح، يعني مو دائما يعني أغلب المخرجين بيبعتوا للفنان نفس الأدوار، فلا أنا يعني حابة السنة أنه يكون في شيء تاني، إذا إجاني شيء اقتنعت فيه رح أشتغله، إذا ما إجاني ما رح أشتغله. جاني خبرينا ليش من النادر جدا ما يطلع عليك خبر، لا بيطلع من بعض الأحيان بس من النادر يطلع عليك خبرية أنك ارتبطتي، من النادر جدا. معناتها ما علي طلب. والله ليكي هو بالعكس يعني أنا بتصور أنه أنا أكثر حدا زوجوني بالوسط الفني كتير. الأونة الأخيرة مش عم بزوجوك؟ يعني الحمد لله، يعني لكي ممكن أنا ما بعطي كيف بدي لك أسباب لحتى يطلع علي هيك إشاعات. اليوم إذا جني إسبر إجاها عريس هل رح تحط رقم خيالي بالمقدم والمؤخر لتضمن حقه؟ حسب العريس. ليكي هلا هي ما قصت هيك، يعني الزواج مو قصت شرط وعرض وطلب وبيع بطاطا مثل ما بيقولوا، يعني في كتير شغلات، يعني اهم شيء انا بحط يعني شرط اساسي انه نحن نكون متفاهمين نكون حابين بعضنا نكون عندنا اهداف وحده، بحس انه هذا الانسان قبل ما يحط لي مهر
يعرف يحط لي مثلا قلبه، يحط لي روحه، وهلا الشغلات الثانيه. هلا هو اذا بيحبني فات هو طبيعي بدون ما اللي هو حيحط لي. جيني دائما النجوم بيتعبوا نفسيا وبيلجأوا لحكيم نفساني، هل جيني اسبر بيوم من الايام راحت عند حكيم نفساني؟ بصراحة لا، ما رحت عند حكيم نفساني. هلا مو غلط، في ناس بتحب تروح عند حكيم نفساني تحكي، مو غلط واحد يفضفض. يعني هو الحكيم النفساني أكثر أنه هو بيسمع، يعني أكثر ما بيعالج، يعني أنه بيسمع بيعطي نصيحة، مو غلط يعني. بس هلا أنا وقت بتضايق أنا بحب انزوى أكثر، يعني بحب هيك أفكر لحالي، بحس أنه هو الشيء النفسي هو لازم يستشفي حاله بحاله الإنسان، يعني هو الاستشفاء من جوا بيجي مو من برا. خبينا شو بتقولي لجمهورك يلي دايما بيدعمك وبيوقف حدك بكل شيء؟ أكيد بقول أنه أنا بحبهم كتير وهن ثروتي الحقيقية، وهن دعمي الحقيقي. يعني أنا بنبسط كتير من محبة العالم صراحة، يعني والحمد لله كتر خير الله أنا وين ما رحت يعني في محبة، وهذا الشيء كتير حلو. يعني أنا هالسنين اللي تعبته ليك المصاري بتروح وراحت. ليش كنت حتى مسيتك بلبنان؟ بلبنان وبأوكرانيا، أمي أوكرانية وأبي سوري، وأنا وأنا عايشة كنت بين لبنان وسوريا، فيعني في كل شيء بيروح. بس المهم أنه الشيء الأساسي اللي أنت بتبنيه بمحبة وحب هذا الشيء بيضل، والحمد لله كتر خير الله يعني محبة الناس موجودة والباقي كل شيء بيرجع.